أخبار اليوم. عشان احنا كسبنا، وانا اصلا مدريدي من ايام زيدان، وهو بيلعب ففرحتي النهارده بزيدان، بحبه بدونا عن الدن وبدونا عن اي حد، وكريستيانو رونالدو الفرحه كلها في ضربه الجزاء. يعني احساسك ان انت تكسب قبل كده اتلتيكو في الدقيقه 90 دي 94 وتكسب النهارده بضربات الجزاء، احساس ما يتوصفش. وانا مبسوط، و تياجو سيموني برضو مدرب محترم ومدرب كويس ولعب بخطه كويسه، ونقطه التحول كله في الماتش توني كروز. متعه جميله جدا وفرجه جميله جدا، ويعني الواحد اتمتع بكوره. يعني مفيش كوره عندنا دي، ملاعب كويسه، تصوير كويس، جمهور محترم، وبرضه احنا عندنا كوره وملاعب نظيفه ولاعب نظيف. الواحد فرحان جدا، يعني مش هقول لك، يعني شعب مصر كله فرحان بكوره حلوه. نفسنا يبقى عندنا كوره زي دي حلوه، كوره نظيفه، ملاعب نظيفه، تحكيم نظيف، اتحاد كوره محترم، يعمل لنا حاجه كويسه جدا. والف مبروك ريال مدريد. الله يبارك فيك. عايز اقول لك كلمه السر النهارده زين الدين زيدان. الراجل ده جه عمل طفره في الفريق من مركز الرابع لصعد للدوري، كان لحد اخر نقطه بينافس عليها في الدوري. النهارده الفوز ده فوز غالي جدا، لان حصل عليها كلاعب، حصل عليها كمساعد. حلوه ماتش جميل ولعب حلو وفرقه جميله، الاثنين فرقتين كويسين ويستاهل الفوز. ومحظوظين معاهم، ريال مدريد محظوظ. اه تاني مره لعبش النهارده لتاني مره لا لعب، بس هم محظوظين معاهم. الماتش والله زي الفل، 100 100، ماتش زي الفل. انت بتحيي ريال مدريد ولا؟ انا بحيي ريال مدريد. بس هو ماتش كان زي الفل. فرحان بالفوز؟ فرحان جدا طبعا، ده حاجه عالميه. ريال مدريد واحد بس. هيا كفايه لا، مباراه جامده بصراحه جدا. اتمتعت وانت؟ طبعا اكيد، انا يعني من مشجعين ريال مدريد. في الشوط الاولاني والشوط الثاني حسيت ان هم بيلعبوا انحيازي مع بعض ند، وجي اخر الشوط الثاني لقيت اللي هم شكلهم بيلعبوا ضربات جزاء، حسيت ان ريال مدريد اللي هي هتكسب. بحب اتلتيكو عن ريال مدريد بامانه. هارد لك. هنعمل ايه بس؟